انا بقى اقول معلومه حلوه قوي على زيت الزيتون. ليه؟ ازاي نعرف اذا كان زيت الزيتون ده كويس ولا مش كويس؟ دي مهمه جدا. بناخد معلقه صغيره نحطها في بقنا ونقعد نمضمض بيها بقنا، وبعدين طبعا بنتفها. لو اتبقى افتر تيست يعني الطعم بعد ما تفناها، يبقى ده زيت زيتون سيء. زيت الزيتون الكويس مش المفروض يبقى فيه اي طعم في البق بعد ما نمضمض بيه. اقول لحضرتك حاجه، يعني انا اول مره اسمع المعلومه دي. لا ده ليه كذا طريقه، ومن ضمنها ان احنا بنحطه في كوبايه كمان ونفضل نقلبه على يعني نرجها في الكوبايه، وبعد كده ندلقها. مش المفروض ان نلاقي اي حاجه نايمه على الجدار، يبقى ده نوعه كويس. لو لقينا الجدار بتاعه الكوبايه عليها يبقى ده مش كويس. وطبعا حته الافتر تيست دي من اهم الطرق اللي بنعرف بيها زيت الزيتون ده كويس ولا مش كويس. بس بقى دكتور خلاص احنا كده وقفلناه بزيت الزيتون، هنحط عليه كيس ظريف كده عشان نقفل الهواء خالص منه.